النهاردة احنا بنتكلم في استئناف الجولة الـ 12 من الدوري العام، والنهاردة في ثلاث مباريات في الدوري العام، وامبارح كان في مباراتين. انا ليه هتكلم على موضوع جدول الدوري دلوقتي تحديدا؟ بقالي 3-4 ايام بحاول ارد على شخص بيحاول قدر الامكان يخلق ازمة، يعمل مسرح، يعمل لقطة، سواء يعني عن قصد او بدون قصد او بسكريبت او بتعليمات على حسب ما الاهواء بتطلب معاه. وايا كان بقى، هو تاريخه كبير، تاريخه قصير، فاهم مش فاهم، بيقرا اللي مكتوب له، دارس قاري، دي قصص تانية كتير. ولكن انا بيعجبني تفاعل جماهيرنا معانا في كل لحظة، لان لما اتكلمت الفترة اللي فاتت على كل الكلام العك اللي كان بيتقال، الناس بتقولك ما انت طالع في اطار الدفاع، طب ليه تبقى رد فعل؟ ما تحاول تكون فعل. بصيت على جدول الدوري لقيت حاجات مش طبيعية، وده يأكد لحضراتكم ان الكلام اللي هقوله ده، ان الكلام اللي اتقال قبل كده كان عن سوء نية، في اطار ان هم عايزين يثبتوا للناس ان الاهلي بسببه الدوري بايظ، والدوري بيتأجل، والدوري بيترحل، والدوري وي وي وي، وكلام كتير زي ما انتوا ايه بتسمعوا بقالكم ايام على كلام عكي بيتقال في حق النادي الاهلي، والاهلي اساسا ليس طرف في هذا الموضوع. وقلت قبل كده لو عندك الشجاعة واجه رابطة الأندية، وجه كلامك لرئيس رابطة الأندية، وجه كلامك للمشرف على إدارة المسابقات، لكن محدش بيوجه، دايما يقولك الأهلي. ولما قلنا لهم أصل بيراميدز حصل مع نفس الموقف، قالك ما هو كل ده بيأثر على الدوري، وتلية ده يحصل، وإحنا بنتكلم للمصلحة العامة، واتضربت أمثلة أساسا سمك لبن تمر هندي، أمثلة ملهاش علاقة بالواقع اللي إحنا بنتكلم بيه. طب تعالوا النهاردة وإحنا بنتكلم في الجولة 12، الجولة دي كان من المفترض الأهلي هيلعب الداخلية والزمالك هيلاعب فاركو، وبالتالي تم تأجيل المباراتين دول بحجة ان هم كانوا هيلعبوا مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة في الدوري من الاسبوع العاشر، ولكن اتأجلت برضو لان الاتحاد الافريقي حدد ماتش شباب بلوزداد يوم الجمعة، يوم الجمعة اللي هو كان هيبقى اليوم التالي لمباراة الاهلي والزمالك. فخلاص الاهلي رايح الجزائر، فبالتالي مش هيلعب مع الزمالك، وبالتالي كمان ماتش الداخلية اللي كان هيتلعب في الاسبوع 12 مش هينفع يتلعب. طب تعالى لي بقى، الاهلي مش هيلعب عشان عنده ماتش في الجزائر، طب الزمالك الاهلي خلاص مش هيلعب معاه، طب ما ترجعه يلعب مع فاركو. يعني فاركو في الجوله ال 12 اللي بتتلعب دلوقتي، اللي هي دلوقتي فيها ماتش الاتحاد وطلائع الجيش بيتلعب دلوقتي، ماتش المولين العرب وامبي بيتلعب دلوقتي، ماتش زد وبيراميدز هيتلعب الساعه 7، في نفس الجوله دي كانت في مباراه ما بين الزمالك وفاركو، وتاجيل ماتش القمه معروف من شهر، وماتش بلوزداد محدد من شهر. ليه الرابطه ما قالتش ان النهارده يتلعب الزمالك وفاركو؟ سهله جدا، بدليل ان الاسماعيلي هيلعب بكره الساعه 4 مع سيراميكا كليوباترا، او هيلعب بالليل، هيلعب بالليل مع سيراميكا كليوباترا. قلنا خلاص ماتش الاهلي والزمالك بقى اتاجل، فالاسماعيلي كان هيلعب 4، قال لك لا يلعبوه بالليل، فانت غيرت ميعاد ماتش الاسماعيلي وسيراميكا. طب ليه ماتش الزمالك وفاركو ما يتلعبش؟ خلاص بقى احنا دلوقتي هنمسك جدول الدوري ونقف لبعض على الماتش وعلى واحده، ماتش الزمالك وفاركو ليه ما يتلعبش النهارده ولا بكره؟ ليه ما يتلعبش؟ ما الاسماعيلي هيلعب بكره، وبعد كده الاسماعيلي هيروح يلعب مع الزمالك يوم الاثنين اللي جاي. يعني انت ماتش الاسماعيلي والزمالك الاثنين الجاي 19/2 في استاد الاسماعيليه، طب ماتش الزمالك وفاركو اتاجل ليه؟ ما كان يتلعب. هو الزمالك عنده ارتباط افريقي دلوقتي؟ لا. مباراته مع الاهلي اتاجلت؟ اه. طب ما يلعبش مع فاركو ليه؟ هل اللي بيطلع بيتكلم وبيقول لك الدوري بايظ والدوري بيتاجل، مفيش ورقه كده في النص اتقال له طب ماتش الزمالك وفاركو ما مش موجود ليه؟ محدش قال له طب الحق ده في ماتش للزمالك وفاركو ما تلعبش ليه؟ محدش قال له طب هات المسؤول عن الرابطه اساله قول له الماتش ده ما تلعبش ليه؟ لا لا لا، محدش واخد باله، محدش شايفه، محدش مهتم، بس الاهتمام الاكبر على النادي الاهلي. ده ماتش بتكلم عليه. طيب سيبك من ده، تعالى دلوقتي على حاجه تانية. الاهلي وبيراميدز، موقف بيراميدز في افريقيا هيخلي ان الماتش ده يتاجل بناء على طلب بيراميدز. محدش طلع قال اصل ماتش الاهلي وبيراميدز هيتاجل بناء على طلب بيراميدز، قال لك لا، يعني ايه برضه الاهلي الماتش ده يتاجل؟ ما هو الاهلي مش طرف، ده بيراميدز ظروفه الافريقيه في التوقيت ده هتجبر الرابطه على التاجيل، يقول لك الاهلي. طب الزمالك والداخليه يوم 28 او 29/2 هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ هيتاجل ولا مش هيتاجل؟ حد بيتكلم في التفاصيل دي؟ محدش بيتكلم في التفاصيل دي. طب بلاش كده، نهائي كاس مصر كان هيتلعب 13/3، اتقدم ميعاده 5 ايام وهيتلعب 8/3، في التوقيت ده
كانت في جولتين، جولة المؤجلات يوم 6/3 والأهلي هيلعب مع البنك الأهلي 9/3. الجولات دي اتأجلت. هل حد طلع هاجم تغيير ميعاد نهائي الكاس؟ حدش قدر يتكلم ولا يفتح بقه. لكن لما يكون الأمر متعلق بالأهلي نبدأ نمسك الورقة والقلم. أهو ده جدول الدوري، أنا مش جايب حاجة من عندي. حد النهاردة يطلع يقول لنا ماتش الزمالك وفاركو ما تلعبش ليه؟ ليه تتأجل مباراة الزمالك وفاركو؟ أنا عارف إن الزمالك جاب صفقات وجاب تدعيمات ولسه لعيبة جديدة ومدير فن جديد وجهاز فن جديد. هل اتخذ رأي الرابطة نأجل الماتش ده ونخلي أول ماتش مع الإسماعيلي طيب ولا إيه؟ بس نعرف يعني نعرف. واللي بيطرح قصة جدول الدوري والتأجيلات وضغط الدوري ممكن بس بعد إذنك يعني تطرح السؤال ده، يعني ده لو عايز تطرح حاجة بجد. طيب